بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المسيح قام، حقا قام. كل عام وأنتم بخير إخواني الأحباء. نرتقل اليوم في موقع كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس سان برنادينو ولاية كاليفورنيا باسمي وباسم أخواني وأخواتي أعضاء بورد الكنيسة وباسم رعيتنا. بدي أوجه كلمة شكر وتقدير لكل اللي ساعدونا ووقفوا معنا ودعمونا في أعمال ترميم الكنيسة. إخوان الأحباء، قبل عام بلشنا بأعمال الترميم وحطينا دراسات مع مهندسين ومع أشخاص حابين خبرة قبل عام، لأن الكنيسة اشتريناها قبل 3 سنوات وكانت بحاجة إلى ترميم. بلشنا بهذا العمل وتوكلنا على الله قبل سنة. استمرت الأمور معنا إلى هذا اليوم حوالي تقريبا السنة. أمور بلدية، تراخيص، مهندسين، أعمال إنشاءات، أعطينا لكل واحد تخصص تبعه طبعا بوقفة أهل البورد وأهل الكنيسة في هذا المشروع. إخواني الأحباء، الأمور بكل صراحة وحبينا نظهر هذا اليوم حتى نوضح لكم إياها، زادت كثير فوق ما توقعنا، فوق كانت ما كان محط لها أمور مالية. فالآن وصلنا مرحلة 80% من الترميم شبه كمل، ووصلنا لمرحلة بحاجة إلى دعمكم مرة ثانية، بحاجة إلى أصحاب الخير، إلى أصحاب الكرم، أصحاب الجود، النشامة من جاليتنا ومن الجالية العربية بشكل عام. فإحنا وصلنا لمرحلة نطلب لبيتكم اللي هو بيت الرب، لكنيستنا وكنيستكم، البيت اللي إحنا تحت جناحية بنرتقي كل يوم أحد بنصلي وبنطلب وبترتقي العائلات مع بعضها بالوضع اللي موجود فيه بالبلد. هاي الوضع الاجتماعي شوية صعب، ترتقي الناس فيه مع بعضها، مناسباتها تتشاور مع بعض، تتعرف مع بعض. فهذا العمل بدنا نكمله وبدنا نوصله ونمشي به ونكمله ونوصله لأولادنا وأولاد أولادنا ويظل مستمر. إخوان الأحباء، إن شاء الله بعد ما تنتهي أعمال الترميم راح نباشر ونرجع مثل ما كنا قبل بنشاطاتنا، نشاطات اليوث اللي كانت على استمرار، البايبل ستدي، الندوات، المحاضرات، الأمسيات اللي كنا نعملها اللي تلتقي الجالية بيها كل فترة، الأكل كنا نعمله كل شهر مرة، وقت الأعياد كل أحد نلتقي ونتغدى مع بعضنا ونقعد مع بعضنا والناس تحكي وتسولف مع بعضها وتتعرف على بعضها. المهرجانات اللي كنا نعملها، عملنا مهرجان العام وراح يستمر كمان السنة بنفس الموعد إن شاء الله، راح يكون شهر 10. المهرجان هذا كان أول مرة بنعمله الأول العام، والسنة راح يكون المهرجان الثاني، وعلى وعد إنه يستمر كل سنة وراح يكون أقوى وأقوى وأقوى. فهاي كل هالأمور راح تستمر بعد الرمادل. عندنا قاعتنا، عندنا مبنانا، عندنا الباركن لات، عندنا كل إشي بحاجة موجود، وهمة النشامة وهمة الرعية وهمة إخواننا معنا راح نستمر بإذن الله. الله يعطيك العافية. فبترجع وبطلب أصحاب الخير مرة ثانية اللي ساعدونا أول مرة واللي كمان بدهم يساعدونا، بدهم يساعدونا كمان مرة يعني بالخير. المركب اللي فيه لله ما بغرق، احنا بحاجة ونتوقع ونتأمل من إخواننا وقرايبنا ورعيتنا المباركة أنها تساعدنا بهذا المشروع حتى يكمل وننتهي بأقرب وقت ممكن، وإن شاء الله تنتهي الأمور اللي بتمر بيها العالم كله بشكل عام، الظروف الصعبة، الوباء الصعب، إنه نتعداه بكل خير وبكل بركة وبكل صحة، والله يتمم كل واحد صحته عليه. أخوانا الأحباء، أرقام تلفوناتنا موجودة على البرنامج اللي رحنا نعرضه الصور، فأي واحد بحب يقدم مساعدة الرجاء يتصل معنا ويخلف عليك وكثر الله خيركم. وبنهاية بقول ما أجمل أن تكون الكنيسة وطن. الله يعطيك العافية. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. Thank you.
مساكنا يا رب الجنود. ما أحلى مساكنا يا رب الجنود. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب.